شعرها يتساقط وحالتها متأخرة. شقيق سمية الألفي يكشف تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي ويطالب الجمهور بالدعاء. عمرو أديب: سمية في خطر. بعد جلسات الكيماوي تطورات الحالة الصحية للفنانة. أحمد الفيشاوي يدعو بالشفاء لوالدته الفنانة سمية الألفي. كشف ألفي الألفي عن الحالة الصحية لشقيقته الفنانة سمية الألفي بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة الخطورة، مشيرا إلى أنها تتلقى العلاج الكيماوي كل أسبوع، موضحا أنها في حالة صحية متأخرة من مرض السرطان. وقال الألفي في تصريح خاص: سمية مريضة ولكن حالتها الصحية ليست متدهورة تماما، وهي حاليا في منزلها وتتابع الدكتور المعالج لها، وتذهب لتلقي جرعات الكيماوي كل أسبوع، موضحا بسبب الكيماوي شعرها بدأ يتساقط بعد الانتهاء من الجلسة، وحالتها متأخرة في المرض وليست في بداياته، ونتمنى من ربنا أنه يشفيها ويعفو عنها، مطالبا الجمهور بالدعاء لها. كانت الفنانة سمية الألفي خضعت لعملية جراحية دقيقة بإحدى المستشفيات الخاصة خلال الشهور الماضية، حيث استأصلت ورما في منطقة الثدي. تعيش الفنانة المصرية سمية الألفي حالة مستقرة حاليا بعد إجراء عدد من جلسات الكيماوي، وذلك بعد تعرضها منذ فترة للإصابة بمرض السرطان والذي كانت دخلت على إصرار المستشفى. وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلى والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام. ونشر الفيشاوي صورة لوالدته عبر إنستجرام وعلق قائلا: الفنانة العظيمة سمية يوسف الألفي أمي، أنت أحلى حاجة في كل حاجة، ربنا يتمم شفاكي على خير يا حبيبتي.